بتاعت الست ام عماد جارتي. استغفر الله العظيم. انت جيت هنا ازاي يا حبيبي يا ابني؟ انت ازاي واقف على رجليك؟ احكي لي ايه اللي حصل. انا كنت نايم وفجاه لقيت راجل لابس جلابيه سودا بيصحيني. راجل غريب دخل البيت ازاي ده؟ مش عارف يا بابا، ده كان راجل طويل وعريض وعمل علامه على ركبتي وقال لي خلاص انت كده خفيت، قوم يا حبيبي ابوك. وابقى اقول لهم مش عيب تسيبوا الضيوف تحت السرير. انا هقول لك على كل حاجه، انا كنت عامله على زعلك بس. سعيده يا ست. اهلا يا ابني. الصوره دي بتاعت الست ام عماد جارتك، بس واضح ان مفيش حد في الشقه. ممكن تخليها عندك وتبقي توصليها لها لما تيجي. لا يا ابني
ما ينفعش خالص. ليه بس يا ست؟ دي ما فيهاش حاجه. يا ابني بقول لك مستحيل ما ينفعش. هو فيها حاجه يا امي؟ دي كلها كام ساعه يعني؟ يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. هو انت خايفه من ايه يا ست؟ يا ست يا ست. ها خير يا ابني؟ مفيش حاجه. طيب يا ست خديها وما تنسيش تديها للست ام عماد جارتك اللي في الشقه اللي قدامك، وقولي لها رزق اللي في دكان عم شحته وصلها لكم، ومتشكرين يا ستي. استر يا رب. الحصه اللي حطيت نفسي فيها دي، طب اعمل ايه بس؟ يا لهوي لو ابو احمد شافها ده ممكن يطين عيشتي. ايه بس اللي خلاني اخدها؟ طب اعمل ايه؟ استغفر الله العظيم. ايوه هنا محدش هياخد باله. وهيكون لها كام ساعة؟ ربنا يسترها واعرف اطلعها من غير الراجل ما يلمحني. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ودي الصورة ايه؟ هو ده يا بابا اللي انا شفته. يبقى اعملي حسابك بكرة الصبح نروح للست ام عماد نعرف قصة الصورة دي ايه. حاضر يا ابو احمد، حاضر. السلام عليكم يا ام عماد. وعليكم السلام يا حاج. والله كانت الصوره دي جات لكم او انا اسف بجد على الموقف ده يا حاج بجد. لا 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 العمليه مش محتاجه اسف، انا بس كنت عايز احتفظ بالصوره دي. تحتفظ بالصوره ليه يا حاج؟ من امتى يعني؟ هو ايه اللي حصل؟ الراجل ده عمل معايا احلى واجب، خلى احمد ابني يقف على رجليه من تاني، وانا بصراحه مش هتنازل عن الصوره دي. البابا كرولوس خلى احمد يقف على رجليه من تاني؟ انا مش مصدقه يا حاج. اتفضل اتفضل، انا لازم اعرف ايه اللي حصل. الله يخليك. يا ساتر. يعني بحمد الرب ابنك نال الشفاء على ايد الراجل اللي انت ماسك صورته في ايدك ده ومصر تحتفظ بيها، وكمان عايز تعرف ايه حكايه الراجل ده؟ كل حاجه. وليه اختارني انا بالذات عشان يعمل معايا كده؟ ده حظك يا استاذ خالد ان ابونا بنيامين موجود معانا النهارده، هو اللي هيحكي لك على كل حاجه ويريحك كمان. اللي هحكيه لك ده يا استاذ خالد ما يجيش جزء صغير من اللي كان بيعمله الراجل ده. الراجل ده اسمه البابا كرولوس السادس، ربنا وضع في ايده نعمه كبيره علشان يخدم بيها كل شعبه، الغني والفقير، الصغير والكبير، ما كانش بيفرق بين اي حد، كان دايما يهرب من المجد الباطل، يعني ما كانش يحب ابدا اي حد يذكر انجازاته او حتى المعجزات الكتيره اللي كان بيعملها، كان دايما يهرب من افتخاره بيها. قولي يا سعاد. نعم يا عادل. بيعدي على مريم اختي. خير في حاجه؟ لا مفيش، عديت عليها النهارده وانا جاي وعرفت انها حامل. بجد مبروك. انا شبعت. ايوه يا ابونا متى، انا عايزك تجيلي حالا، ما تنساش التونيا بتاعتك. ايوه يا ابونا التونيا بتاعتك. مع السلامه. متاخرش يا ابونا. مع السلامه. مع السلامه. سعاد. سعاد. يا سعاد. ايه يا عادل في ايه؟ انا برضو اللي فيه ايه؟ كل يوم بالشكل ده؟ بقالك سنتين وانت على الحال ده؟ ايوه ابني لمات، ودي ارادة ربنا. سعاد اللي في قلبي زي اللي في قلبك بالظبط. سعاد اللي كده بتضيع مني. اصله وحشني، وحشني قوي يا عادل. صدقيني عارف،
وحاسس بيكي كمان. ووحشني زي ما وحشك بالظبط. عمر ابوك ما يرجع لراحه، ودي عطيه ربنا واسترداها. طب ليه ربنا مش عايز يعوضني عنه؟ ليه مش عايز يفرح قلبي؟ ما تقوليش كده، دي حكمته. وما تنسيش كلام الدكاتره ان الحمل والخلفه ليهم علاقه بنفسيه الواحد. اتكلي عليه وقولي يا رب. يا رب. بس قوليها من قلبك. بقولك ايه، ايه رايك لو رحنا بكره القداس؟ وايه رايك كمان لو رحنا كنائس مصر القديمه؟ انت بتحبي تروحي تصلي هناك. يلا قومي نامي، قومي نامي بدري وسيبيها على ربنا. ازيك يا سليمان؟ ازيك يا صابون؟ ازيك يا راجل طيب، ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازاي قدسك يا ابونا؟ ما تعرفش سيدنا عايز يصلي فين في الوقت ده؟ لا يا ابونا صدقني ما اعرفش. غريبه، دلوقتي الساعه 1 بعد نص الليل. فعلا يا ابونا، احنا زي قدسك بالظبط منتظرين. دلوقتي نعرف. ايوه يا ابونا، انا طردتك عشان ما تاخرش على كنيسه القديسه بربره في مصر القديمه. عايزين نلحق تسبيحه نص الليل والقداس. يلا يلا يا اولاد، يلا يلا. عمرك سيدنا. افتح الباب يا سليمان يا ابني. حاضر يا سيد. ساعد يا عم عزمي. حاضر قداستك. كنا قداستك اتصلنا بابونا هنا يفتح لنا الكنيسه. ربنا يضمن كل شيء، بس ساعدهم انت يا ابونا. عمرك يا سيد. خين فران ام فيوت ام بشير ام بنغمة يا سواب انوت ان اوت امين. افتحي ايتها الابواب الدهرية ليدخل ملك المجد. ارحم يا رب بارك امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دهر الدور امين. جعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك واغفر لنا ذنوبنا. لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الابدي. قوموا يا بني النور لنسبحه بالقوة. فيك يا النبي خلاص نفوسنا. عندما نقف أمام الجسدية. انزع عن عمقنا نوم الغفلة. أعطينا يقظة لكي نفهم أن نقف أمامك وقت الصلاة. ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز غفرا خطايانا الكثيرة. زوق ساسي في لميس روبي. صدقني يا رب انا مش زعلان، انا تبلت الامر بس غصب عني مش قادر انسى ان كان ليا ابن. هي دي حكمتك، حكمتك برضو اللي مش مداني ولد تاني افرح بيه. كل اللي انا عارفه انك عادل ورحيم،
لتكن مشيئتك يا رب. ربطات الخطية يا رب يسوع المسيح أعني. كل معين لكي تخلصني يا رب يسوع أعني. صلاحك فليدركني سريعا يا رب يسوع المسيح أعني. صل علي بسل جناحك يا رب يسوع أعني. اللي يكون رب الملوك شاغل ساعته ما يهمهوش لو حتى عايش جوه غابة، دايما معاه ومسلم له مفتاح حياته، وتلاقي جوه قلب يعطف عالغلابة. يا رب انت بتدور في سيف الامثال الذين يبكرون إلي يجدونني وأنا رايح بدري. يا رب أنت عارف ظروفي، أنا راجل أرزاقي، يوم شغل ويوم لأ، عشان كده أنا بطلب منك أنك تباركني، إن أنت عارف مقدرش أعمل من غيرك يا رب. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الكنيسة تتفتح ويتعامل فيها تسبيحة من غير ما حد يبلغني؟ مش ممكن، البابا بنفسه؟ طب ليه ما بلغنيش؟ تعال يا ابني. أمرك يا سيد. هو اللي صور حد يا ابني مش يستأذن منه قبل ما يصوره ولا ايه يا رؤوف؟ رؤوف؟ هو عارف اسمه منين؟ معلش يا سيدنا، السماحة المرة دي أنا قلت آخد صورة قداستك وأتبارك بيها قبل ما أبدأ شغلي. الصورة دي ما تظهرهاش غير لما أسافر. هتسافر؟ هتسافر إمتى يا سيدنا؟ ترجع لي بالسلامة يا سيدنا. هتعرف كل حاجة. ربنا يباركك. يا سيدنا بكرة سامت قداستك البابا 116 على كرسي ماري مرقص، فلو تسمح لي بدلة المحبة أخد لقداستك هنا كم صورة، عشان زي ما انت عارف يا سيدنا بكرة الدنيا زحمة وده شغل. مستني ايه يا ابني؟ المسيح قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يلا يا حبيب ابوك اتفضل. متشكر يا سيدنا. ربنا يباركك وبركة وشفاعة اولاد القديسين تكون معاك يا حبيب. استأذن انا بقى يا سيدي. استنى يا سليم يا ابني. امسك. ايه ده يا سيدنا؟ لا ما يصحش. ده مش مني، ده من حبيبي وحبيبك. يا سيدنا انا مش عايز فلوس، انا فعلا مش عايز فلوس. ما تتعبنيش. العفو يا سيدنا، انا بس كان ليا طلب تاني، كنت عايز منك هدية.
هدية ايه؟ لو ممكن يا سيدنا اخد لك صورة كمان، بس المرة دي تكون بشعرك بس. ما يصحش يا ابني، ما ينفعش. خلاص يا سيدنا. يا رب دبرني، هو تعب وده اكل عيشه، ازاي يكسفه كده؟ دبرني يا رب. انا موافق، بس انا ليا طلب، الصورة دي ما تظهرهاش غير بعد نياحتي. طبعا طبعا موافق يا سيدنا، ربنا يطول لنا في عمرك يا سيدنا. لسالوس الأقداس الآب والابن والروح القدوس، سلام وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين المقدسة، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء. اللي يكون رب الملوك شاغل ساعته، ما يهمهوش لو حتى عايش جوه غابة، دايما معاه ومسلم له مفتاح حياته، وتلاقي جواه قلب يعطف عالغلابة. معك عرفنا ازاي نصلي كل يوم، نفتح قلوبنا للي بإيديه الحياة، من غير وقت الهم بيشيل الهموم، هو اللي بيحس بألمنا في كل معك عرفنا ازاي نصلي كل يوم، نفتح قلوبنا للي بإيديه الحياة، من غير وقت الهم بيشيل الهموم، هو اللي بيحس بألمنا في كل بخوفنا أمام الله، وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل شريف من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. لسه ما خلصتش يا كسبان، ما تشاهد شويه يا عم رسم. 7:10 يا فوزي، سيدنا قرب يوصل. يا استاذ ماهر مش عايزك تقلق من حاجه، كل حاجه هتبقى في معاك. وتصوني مرسى فين دلوقتي؟ سيادتك عارف برضو ان هي المسؤوله عن الولاد، هي معاهم دلوقتي في البروف علشان تتاكد ان كل حاجه تمام. طيب ربنا يستر. ارحمنا يا الله كده.
سعيد واقف ازاي؟ يلا يا ولاد اتفقنا اول لما قداسة البابا كرولوس يوصل هنقول ايه؟ يلا مع بعض؟ واحد اتنين تلاتة اكيزما سامي يا هاني منير تعالى يا حبيبي مالك زعلان ومش بتقول مع اصحابك ليه؟ بصي شايفة الجزمة مقطوعة ازاي؟ انا هقابل البابا ازاي دلوقتي؟ انا شكلي وحش. طب خلاص ما تزعلش انا هجيب لك واحدة غيرها، هكلم لك استاذ ماهر وان شاء الله نلحق نجيب واحدة تاني. خلاص؟ يلا ارجع اقف مكانك بقى. يلا يا ولاد تاني. تعبت كتير قداستك النهاردة. المسيح علمنا ان احنا نصلي باستمرار وقال لنا صلوا كل حين ولا تبالي. بس يا سيدنا قداستك واقف بقالك 9 ساعات على رجلك والدكاتره منصحوك ترتاح. يا ابونا مادة مفيش اجمل ولا احلى من انك تقف قصاد ربنا. حاليا يا سيدنا الناس بره مش مصدقين ان قداستك موجود معانا النهارده وعاوزين ياخدوا بركه. صلوات الشهداء والقديسين وقبلهم صلوات العذراء والمعاذره. تعيش يا سيدنا. استاذ مجدي هينظم الدنيا للبركه. قبل ايدك يا سيد. قد ايه احنا فرحانين بوجودك معانا يا سيد. ادينا جينا القداس وخدنا بركه التناول وقد ايه كانت المفاجاه حلوه ان سيدنا نفسه اللي ناولنا. شفت ربنا بيحبنا ازاي؟ هي فرصه سيدنا يصلي لنا وناخد بركته المقدسه. اهم حاجه يكون عندنا ايمان ومن قلبنا يا سعاد. حاضر. يلا يلا عشان ناخد بركه سيدنا. ايه ده؟ ايه يا ستي؟ ده بزار. هتخش البابا كرولوس وانت ماسكه جزمتك المقطوعه دي في ايدك؟ ما ينفعش كده يا ابني. مش هينفع. حاضر يا ابني. معلش. حقك علي. تعالي يا ابني. انا؟ ايوه. استاذ مجدي. ايوه. ايوه يا سيدي. معاك جنيه ونص. افندي يا سيدي. انا بسالك معاك جنيه ونص؟ معايا يا سيدي. بدل ما تستهزئ بهدوم الست دي. جزمتها المقطعة روح اشتري لها جزمة جديدة. المستهزئ بالفقير يعير خالقه. أخطيت. أخطيت يا سيدي وحللت. الله محبة ما بيفرقش بين غني وفقير. والذي يثبت في المحبة يثبت في الله. حلل لي فين؟ ربنا يحلك. حلل لي فين؟ يا سيدنا؟ ايوه انتوا زعلانين ان ربنا خد منكم ولادكم. امال ايوب يعمل ايه اللي فقد كل ولاده؟ ومع ذلك ربنا حنين علينا. زي اليومين دول هيكون معاكم نص. بجد يا سيدنا؟ بجد هبقى ام تاني؟ الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ربنا يخليك يا سيدنا. اخبار البروفات ايه يا تصون؟ زي ما حضرتك شايف يا استاذ ماهر الاولاد مظبطين اللحن وباذن يا ساعه كله تمام. عارفه يا تصون دي حاجه عظيمه جدا ان قداسه البابا كرولوس بنفسه يجي يزورنا النهارده. طبعا طبعا يا استاذ ماهر. معلش كنت عايزه حضرتك في موضوع كده. ايه خير ان شاء الله يا تصون. كنا عايزين جزمه لمنير. جزمته اتقطعت وما بقتش ينفع تتصلح تاني وده طفل مش لازم يحس انه اقل من اخواته الباقيين. واحنا في ايه ولا في ايه؟ مش وقته يا تصون. بعدين بعدين. بس ده طفل يا فندم وبيعيط مش لازم نحسسه انه اقل. يا تصون هو انهي الاهم زياره سيدنا ولا نشتري الجزمه؟ بعدين يا تصون بعدين. ايه
تمام، بس لمين يا سيد؟ هتعرف بعدين. ربنا يبارك فيكم، انتم مثال كويس قوي لاولاد المسيح. مجهود رائع تصوني مرسى، ربنا يعوضك. بصراحه يا سيدنا تصوني مرسى بتعمل مجهود كبير قوي مع الولاد، دي بتقضي معاهم كل وقتها. ربنا يعوضك يا بنتي، انت بتاخدي بركه كبيره. يلا تعالي خدي هديتك. اتفضل حضرتك. بركة كبيرة من قداستك يا سيدنا. يلا ايه، هاتي البنات والولاد كمان، مالهمش لبس ولا ايه؟ يلا يا ولاد ناخد بركة من سيدنا، نبص الصليب وكل واحد ياخد هديته ويرجع مكانه. يلا زعلين الملاك ده ليه؟ انتوا مش عارفين ان الملايكة دي حباب المسيح. قول لي يا حبيبي محتاج ايه؟ يا سيدنا هو ما فيش يا سيدنا، انت عارف طلبات الاطفال ما بتنتهيش. منير انت هديتك معايا مش انا اللي جايبها، لا بابا يسوع هو اللي جايبها. فين هدية منير؟ اتفضل يا سيدنا. ايه مش عايز تاخد الهديه؟ انت يا منير قول لي سيدنا متشكر وبص الصليب. يلا متشكر سيدنا. ايه مش افتح ولا ايه؟ افتح. الله دي جزمه جديده يا تصوري. حلوه قوي يا حبيبي. ده كتير قوي يا سيدنا، احنا مش بنخليهم محتاجين اي حاجه. يا استاذ ماهر انت تجيب، المسيح يجيب، المهم ان ربنا مش بيسيب ولاده محتاجين. يلا روح مع اخواتك. يلا تعالوا يا ولاد تعالوا. ربنا حافظ. ازيك يا بنتي؟ عاملة ايه؟ أنا كويس يا سيدنا، نشكر رب. ربنا يديك الصحة يا سيدنا، وما يحرمناش من أخذ بركة الجلوس مع قداستك. أنا هكلم جمال عبد الناصر دلوقتي، عايزك تسمعي وتشوف أنا هكلمه ازاي. الريس جمال عبد الناصر؟ أيوة. طب أنا ممكن أطلع برا يا سيدنا؟ لا 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 خليك تاخد راحتك. خليك يا بابا خليك. ايوه يا جمال يا ابني. صباح الخير والدي العزيز. يا اهلا بسيد الفاضل. امر امر يا والدي، انا ابنك تحت امرك طبعا. لا امر ولا حاجه يا ابني، هي بس القصه انت عارف الضابط اللي الضابط اللي اتنقل هو ده. انت عارف ان ولاده ومراته موجودين في مصر، ورئيسه نقله بعيد عن القاهرة. أيوة هو رئيس متعصب، أنا عارف كده كويس،
هو عنده ناحية تعصب. معلش قدست البابا. لا يا ابني، لا تعصب ولا حاجة، احنا بس عايزين الضابط يرجع لبيته ومراته ويبقى كتر خيرك. طيب اديني يا ولدي 48 ساعة بس، هيكون عندك وهيشكرك وهيرجع لك بترقية كمان. كتر خيرك، كتر خيرك يا ابني، ربنا يخليك ويحفظك. متشكر خالص، متشكر. التاني هيروح مكانه. لا 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 يا ابني، احنا مش عايزين اذي الحد. لا يا ابني، احنا بس رجعوا لاولاده ويبقى كتر خيرك. انا تحت امرك. اشكرك. مع السلامة سيدي. مع السلامة، مع السلامة. انا شايفة يا سيدنا ان الريس جمال بيقدرك جدا، واللي بيعمله ده ترحيل. ما هو مش معقول اللي الريس بيعمله جداس. بس الصراحة يا سيدنا انت تستاهل كل خير. يا بنت انا ما عملتش حاجة، ده نعمة ربنا، ده ربنا اللي بيتدخل عشان كنيسته وولاده. طب احكي لي يا سيدنا، انا متشوق اسمع جدا. زمان كان جمال جاله دور شديد قوي، احتاروا الأطباء، حتى دكتوره الخاص احتار معاه. فلما أنا صليت له ربنا أراد بشفاه، افتكر إن أنا اللي شفيته، وأنا ما عملتش حاجة. ده ربنا بيتمجد عشان كنيسته وولاده. مش إنجيل يوحنا بيقول إن سألتم شيئا باسمي فأفعله لكم؟ كلامك جميل يا سيد، والقعدة معاك ما يتشبعش منها. بس أنا عايزة منك طلب، في مجموعة من إخواتي في الدير نفسهم يسلموا على قداستك. أخد بركة يا بنتي، ييجوا أهلا وسهلا ويقابلوني في كنيسة المقر بعد ساعة. أنا متشكرة جدا يا سيدنا، دول هيفرحوا خالص لما يعرف. مستنينك يا سيدنا. أهلا وسهلا بيهم. سيدنا الأنبشمودة. سلام يا سيدنا. سلام ونعمة سليمان يا حبيبي. قدست البابا كيرولوس في انتظارك يا سيدنا. اتفضل اتفضل ارتاح، وانا هبلغه حالا ان نيابتك وصلت. ماشي يا سليمان يا حبيبي، ربنا يبارك لك. باسم رب المجد يسوع المسيح، اضع صليبه المقدس على راسك وادعوك يا انبا شنودة اسقفا للتعليم. تفضل يا مجنون، سيدنا في انتظارك. ماشي يا سليمان يا حبيبي، ربنا يكون معاك. سلام. سلام. سلام يا سيدنا. الله يسلمك يا عم بشنودة. ربنا يدي لقداستك الصحة وترعانا وترشدنا سنين مديدة. لكل شيء تحت السماء وقت يا عم بشنودة، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. كله الخير يا سيدنا. يا أم شنودة، أنا عارف ومتابع دراساتك اللاهوتية القيمة. يا سيدنا ده بنعمة ربنا وبركة صلوات قداستكم. أنا عايزك يا أم شنودة تهتم بتسقيف الإكليروس بالتوازي مع المدرسة اللاهوتية والكلية الإكريليكية، لأني زي ما أنت عارف وأنت أسقف للتعليم إن كان التعليم الكنيسة الأرثوذكسية بتتم في غياب المنهجية وبتعتمد على أقوال وتعليم الآباء، زي تعليم الأنبا ساويروس والأنبا بولس البوشي والأنبا يوسف الأبح. وعشان كده أنبا شنودة أنا عايزك تحط منهج للتعليم. وأنا فعلا يا سيدنا ابتديت اجتماعات لتعليم الشباب، وابتديت الاجتماع بعشرين واحد بس، ودلوقتي وصلنا بنعمة ربنا لعدد كبير خالص. وبرضه كمان يا سيدنا ابتديت احط منهج للتعليم وهعرضه على قداستك قريب. نعمة ومحبة ربنا يسوع المسيح
تكون معاك وتقويك يا عم بشنودة. أيها الرب العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا، أعلمك أرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجزيلة وإحساناتك الوافقة. يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر ننال ما نريده، بل الاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا نحوك. ابعد عنا كل مكروه واحفظنا من العدو الشر، امنحنا سلامك، علمنا أن نسالم بعضنا بعضا، شجع نفوسنا لكي لا تصغر، واسندنا بقوة ذراعك لكي لا تضعف، امنحنا الخير والفرح والحياة. لك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس. لك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعزي، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين. إيه ده؟ هو مفيش حد جوه ولا إيه؟ طب وبعدين هتعمل ايه يا زكي؟ هروح فين بس دلوقتي؟ مساء الخير. مساء الفل والورد والياسمين. هو انت قريب عم فؤاد وطنط جميلة؟ واضح ان يومنا زي العسل. هو حضرتك تعرفي خالي فؤاد وطنط جميلة؟ اه طبعا، دول جيراني على طول، انا ساكنه فوق. يا هو انت اسمك ايه؟ زكي، خدامك زكي. وانا سناء. عاشت الاسامي. الا هو انت لابس كده ليه يا زيكو؟ زيكو، حلوه قوي البدايه دي. بصي بقى يا ستي، انا عسكري مجند وما صدقت اخدت اجازه 24 ساعه وقلت اجي اقضيها عند خالي. اصلا انا أهلي من اسكندرية. يا غلبان، وهتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف هروح فين ولا هقضي الوقت ده ازاي. بقولك ايه، ما تيجي نتغدى سوا وبعد كده نخش سينما. ده انت شكلك شقي قوي. لا وجريء كمان. لا ده انا عجبك قوي. بس دلوقتي مش هينفع. ليه بس؟ ممكن على العشاء. حلو قوي. طيب اعد عليكي فين؟ اجيلك هنا؟ لا 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 لا، هنا ما ينفعش. بس احنا ممكن نتقابل في الكنيسه اللي على اول الشارع. قصدك البطرخانه؟ ايوه بالظبط، على الساعه 5 كده. تمام قوي. ماشي يا زيكو، في انتظارك. لا ما تخافش، مش هتاخر. بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد، امين. يقول داود الملك في مزاميره: ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. وانا بقول لكم يا بناتي، لو حد كدركم او اصابتكم اهانة من اي حد، ارشمي الصليب على فمك وعلى قلبك، وتذكري دائما كيف الله تألم من أجلنا على الصليب. إياكم أن تبرد المحبة بين قلوبكم، ولكن اشعلوا نار الحب، لأن الله محبة. الله محبة.
وأي فعل يفعله الإنسان بدون محبة فهي باطلة. ما تنسيش كل يوم في آخر النهار تقعدي مع نفسك وتسألي نفسك، أنا عملت إيه من الأعمال رضيت بيها الله، وعملت إيه من الأفعال أغضبت الله. وصلوا دايما إن ربنا يغفر ليكم هفواتكم. لإلهنا كل المجد والإكرام إلى الأبد آمين. لأنك سترتنا وعدتنا وحفظتنا وقبلتني وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لك يا أرحم الله يتراحم علينا ويسمعنا. إيه يا زيكو؟ هي مش جاية ولا إيه؟ شكلها كده بومبا. لما اخش احضر العشيه شويه اكيد هتكون وصلت. عامه لسه فاضل 5 دقايق. مسلوقين كويس دول ولا هيسيحوا لما احطهم في الجلابيه ويبوظوها؟ لا يا سيدنا مسلوقين كويس زين. طيب. زين ضمننا العشاء بتاعنا يا اولاد. ده يا جماعه كان جزء من حياه البابا كرولوس السادس. ياه لما كل ده يوم واحد بس، امال بقيه حياته كلها كان فيها ايه؟ حياه البابا كرولوس كلها اسرار وحكايات ممتعه، وواضح ان ربنا كان بيحبه علشان يعمل على ايده كل ده. ده شيء اكيد يا استاذ خالد، هو كان مسلم حياته كلها بين ايدين ربنا، وكان دايما يعلمنا كده. انت كده شوقتني اكتر ان اسمع واعرف كل حاجه عنه. من حظك يا استاذ خالد ان معايا مجموعه الكتب دي. دول مجموعه كتب هديه ليك عن حياته واسرار البابا كرولوس ومعجزاته كمان اللي انت دقتها. طبعا لو تقبلهم مني اكون مبسوط. متشكر متشكر جدا يا ابونا. انا فعلا حبيت الراجل ده، بس انا مصر برضو ان انا احتفظ بالصوره علشان ما انساش فضله عليا وعلى ابني. بس انا عندي سؤال محيرني برضو يا ابونا. اتفضل اسال يا استاذ خالد. بعد كل اللي سمعته مفهوم هو عمل كده ليه والمين، لكن في حاجه برضو لسه ناقصاني، لسه مش فاهمها. حاجه ايه؟ يعني اللي انضرب بالقلم ده حياته وقفت عند القلم ده بس؟ علشان حيرتك ما زدتش يا استاذ خالد،
عايز افهمك ان الالم ده غير كتير قوي في حياه الشخص ده، غير حياته كلها، غير مسار حياته من الشمال لليمين. ايوه بس هو مين؟ بعد اذنك يا قدس ابونا انا اللي هقوله. الراجل اللي اتضرب بالقلم هو اللي حكى لك يوم في حياه البابا كرولوس. كل اللي جم عندك وكانوا محتاجين مدت ايديك وسندتهم في وقت ضيق، ما فرقش وياك هما ايه من اي دين، تعلمنا قالت دول بشر ودي الحقيقة.